اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في فقره قبل الاخيره، قبل بعد نهايه المباراه الهامه جدا، مباراه نادي الاهلي ونادي الزمالك وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. خلوني ارحب بضيفي دكتور احمد سامي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه، الف مبروك. الله يبارك فيك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي يعني مسك الختام للموسم بالفوز على نادي الزمالك، والف مبروك ليهم لقب الدوري بكل تاكيد. يمكن النادي الاهلي في الموسم اللي كان بيتقال فيه ان هو في المنطقه الدافئه، لا النهارده بيوصل للنقطه 80 بفارق 8 نقط عن الوصيف بتاع الدوري. النادي الاهلي كمان النهارده اقوى خط دفاع، دفاعه استقبل 20 هدف بس. النادي الاهلي كمان بينهي الموسم الاكثر فوزا برصيد 25 انتصار او 25 فوز. ده الفوز رقم 44 للنادي الاهلي على نادي الزمالك في الدوري في تاريخ المواجهات. كمان يمكن في اخر 18 لقاء ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري على مدار 11 عام اللي هم الاخار، النادي الزمالك ما قدرش يكسب النادي الاهلي الا مره واحده بس. يمكن برضو لاسارتي النهارده اصبح اول مدير فني اجنبي بيحقق الفوز على نادي الزمالك في الدوري، اول مدير فني اجنبي من 10 سنين، من ايام 2008 2009 كان مانويل جوزيه في الدور الثاني للدوري، فده برضو رقم بالتاكيد مميز جدا. يمكن النهارده المباراه يعني اداء النادي الاهلي ما كانش اللي هو جيد نوعا ما، ولكن المباراه كانت تكتيكيه اكتر. شفنا فيها بعض الايجابيات المميزه، تحديدا محمد الشناوي دايما بياكد ان هو واحد يعني افضل حارس في مصر كل تاكيد، وده اللي احنا كنا دايما بنقوله على مدار الموسم، يستحق لقب حارس الموسم. محمد الشناوي النهارده لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو لعب 90 دقيقه، عدد الانقاذات السيفز بتاعه انقذ اهداف محققه 3، تصدى صحيح للتسديدات 4، نسبه نجاحه في التصدي للتسديدات 100%، خروج بشكل صحيح على الكرات العرضية 2، خرج بشكل خاطئ في واحدة. الرقم المميز قوي كمان ان هو خرج بشكل صحيح لإبعاد هجمة مؤثرة 5 مرات وصنع فرصة. تخيل لما حارس يصنع فرصة اللي هي صنعها رمضان صبحي بإيده. عدد التمريرات الطولية 18 بنسبة دقة 39%. طيب ايه الرقم المميز كمان النهاردة؟ محمد الشناوي بيوصل للكلين شيت رقم 13، اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه في الدوري محمد الشناوي 13 مباراه، واقل حارس في الدوري استقبل اهداف 11 هدف. كمان من ضمن الارقام المميزه جدا لمحمد الشناوي اللي هو خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه يعني مؤثره 5 مرات، ده بياكد ان احنا كنا بنلعب في اغلب الفترات على الدفاع المتقدم. لما محمد الشناوي يخرج من مرماه اكتر من مره وينقذ هدف، فده برضو بيأكد الدفاع المتقدم وان هو كان بيتحول لليبرو بصوره ممتازه. فمحمد الشناوي بصراحه يستحق يعني تقييم النهارده مميز جدا، واستحق لقب حارس الموسم، افضل حارس في الدوري هذا الموسم يعني. تمام، بقيه اللاعبين بقى النهارده وادائهم وارقامهم في مباراه اليوم. طبعا علي معلول يعني بيأكد ان هو لاعب الموسم، زي ما قلنا قبل المباراه قلنا ان هو لاعب الموسم. ربنا دايما بيتوج مجهوده في اخر مباراتين الحسم، يعني مباراه الحسم ومباراه الزمالك، بيجيب فيهم هدف صوره كربونه. يعني لو جبنا صوره الهدف هنلاقي ان هو دايما عنده اصرار ان هو مش يعني وليد سليمان لما لعبها هو بيكمل حته التكمله دي. لعيب عنده شخصيه، عنده متوقع، عنده التوقع، عنده ان هو ممكن يجيب هدف، ده اكتر من ظهير ايسر. لو بصينا على ارقامه حتى في على مدار الموسم، ليه احنا دايما بنقول لاعب الموسم؟ بناكد بالارقام. علي معلول لعب 26 مباراه مع النادي الاهلي في الدوري، هو هداف الفريق، قدامنا الارقام على الشاشه، هداف الفريق برصيد 8 اهداف، اكتر من صنع اهداف عامل 7 اسيست، اكتر من صنع فرص لزملائه 37 فرصه، اكتر من ارسل كرات عرضيه 223 عرضيه بنسبه نجاح 25%، يعني ربع عرضياته صح. عدد المحاولات على المرمى 36 بنسبه نجاح 52%، فده بياكد برضو ان معلول يعني راح على الجون كتير، قطع الكوره 214 مره، عمل تحضير من تحت 212 مره، تمرير طولي بنسبه نجاح 56%. بالتاكيد علي معلول يستحق لقب لاعب الموسم، لعيب بيحب النادي الاهلي قوي وعنده شخصيه النادي الاهلي، ولعيب يعني ايه اللعيب الاجنبي فعلا اللي ليه بصمه هو علي معلول. لما يبقى باك شمال هداف الفرقه 8 اهداف واكثر من صنع اهداف واكثر من صنع فرص واكثر من ارسل كرات عرضيه، بالتاكيد يستحق لاعب الموسم علي معلول، وبيترجم مجهوده في المباراتين الاخر بالاهداف المؤثره اللي جايبها. رقم 3 بقى واللاعب المميز قوي 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 وفعلا القطعه التي كانت تنقص النادي الاهلي هو حمدي فتحي. حمدي فتحي بياكد كل مره ان هو القطعه التي كانت تنقص وسط ملعب الاهلي. حمدي فتحي العمود الفقري القادم للنادي الاهلي، لعيب كل مباراه
بنتكلم فيها بالارقام دايما تلاقي هو الاكثر لاعب قطعا للكرات حمدي فتحي. لو بصينا على ارقامه احنا عاملين مقارنه كده ما بين ارقامه وما بين ارقام عمرو السوليه في المباراه النهارده، هنبص نلاقي حمدي فتحي قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، يمكن تمريراته القصيره الصحيحه 31، الخاطئه صفر، يعني ما عملش ولا تمريره قصيره غلط او خطا حمدي فتحي. اما عمرو السوليه الشوط الاول كان بصراحه كان اداؤه يعني لسه ما كانش جاب مستواه، لانه كان تلت تمريراته خاطئه. عمرو السوليه عمل 26 تمريره صح وستة خاطئه قصيره، ده التمريرات القصيره. لكن التمريرات الطوليه حمدي فتحي لعب اكتر، 5 تمريرات طوليه على عكس عمرو السوليه لعب 4. دقه التمريرات الطوليه عند عمرو السوليه 25% وحمدي فتحي 20%. القطع الكرات بقى نبص على رقم قطع الكرات، هنلاقي ان حمدي فتحي اكتر لاعب قطع الكوره النهارده 19 مره كاسحه الالغام في وسط الملعب والعمود الفقري بتاع النادي الاهلي. نيجي للناحيه الثانيه، عمرو السوليه 8 مرات التاكلينج الصحيح، اكتر 2 عملوا تاكلينج في المباراه رامي ربيعه وحمدي فتحي، الاثنين عاملين 3 تاكلينج صحيح. برضه حصل على اخطاء اكتر، ارتكب اخطاء 3، اذا حمدي فتحي واحد من نجوم مباراه، او يعني هو والشناوي يستحقوا تقييم مميز جدا في مباراه الزمالك النهارده. وحمدي فتحي برضه في مباراه المقاولين كان اكتر لاعب قطع للكرات، وبالتاكيد هو العمود الفقري القادم في وسط ملعب النادي الاهلي حمدي فتحي. وتسلم بصراحه العين اللي جابته النادي الاهلي في يناير، واحد من افضل الصفقات اللي جات النادي الاهلي حمدي فتحي. تمام، صفقه مميزه جدا. وليد ازارو بقى النهارده ودوره كان في المباراه عامل ازاي؟ يمكن وليد ازارو يعني لو بصينا حتى على ارقامه، لان هو جاب فاولات كتير، جاب 4 اخطاء، يمكن هو ما راحش على الجون ولا محاوله، دي يمكن الحاجه اللي تنقصه، ان هو يعني نوعا ما كان برضو لاسارتي بيلعب ان هو في الشوط الثاني قلب الطريقه لدفاع منطقه، فده نوعا ما ما ساعدش ازارو ان هو يروح على الجون كتير، ما صنعش ولا فرصه. يمكن هو ازارو مسته ان هو النهارده فقط في حكايه الالتحامات في قطع الكرات، يعني التحم فاز بالتحامات كتير، قطع الكره 4 مرات، حته الايه القدرات البدنيه، لكن على المستوى المحاولات ازارو النهارده ما كانش ليه ولا محاوله على المرمى. في برضو كمان لاعب مهم جدا 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 خبرته فرقت النهارده كتير، وليد سليمان لعب 68 دقيقه، بس انا عايز اوري لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا جدا. وليد سليمان هو يعتبر سبب من اسباب الفوز. ليه؟ كره الهدف اللي جت منها الفاول وليد سليمان اللي جايبها ازاي لعيب خبره ازاي يجيب الفاول بلعبه ذكيه، ازاي يعني البس الخصم فاول بذكاء. ده لو شفنا كره الهدف هنلاقي اهي الكره اهي، يعني بص حضرتك هتلاقي، بص وليد سليمان ازاي اجيب فاول في حته خطر، يعني أيوه. ازاي ده دي ذكاء لعيب وخبرات لعيبه. هنا طارق حامد جاي مندفع على طول، وليد سليمان وقع وجاب فاول، الفاول ده هو اللي جاي منه الهدف. أيوه. دي خبرات لعيب، وليد سليمان كمان هو اللي سددها وعلي معلول اللي تابعها، فدي خبرات لعيب، يعني خبرات لعيب زي وليد سليمان ازاي يعرف يجيب لك فاولات في حته خطيره، حته حساسه، حته ازاي تكسبك مباراه، يعني مثل هذه المباريات، مباراه الاهلي والزمالك ومباراه الكؤوس، بيخلصها التفاصيل الصغيره. ايه التفاصيل الصغيره؟ لعيب زي وليد سليمان يعرف يجيب لك فاول في منطقه خطر زي دي. وليد سليمان جاب الفاول وهو اللي سددها كمان، وقعت من ايد الحارس وعلي معلول تابعها. اذا خبرات وليد سليمان اعطت الفارق برضو النهارده، يعني لعيب مميز جدا. يمكن هو حصل على 4 اخطاء، وليد سليمان بينا دوره في الهدف دور مهم جدا. ازاي؟ يمكن دي تفصيله صغيره ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، ان ازاي لعيب زي وليد سليمان لعيب خبره بيعرف يجيب لك فاول في حته خطر كسبتك مباراه. مش شرط عشان هو علي معلول اللي جابها، لا، وليد سليمان اللي جابها من الاول خالص. ازاي اضحك من الاخر على طارق حامد وان اجيب فاول في حته خطر زي دي؟ ده دور وليد سليمان ودي خبرات وليد سليمان. في النهارده كمان لعيب كان مكسب بصراحه في المباراه، رامي ربيعه. ده سؤالي القادم ليك. بالنسبه لرامي ربيعه ودوره الدفاعي سواء في ماتش المقاولين او في ماتش النهارده، رامي ربيعه بصراحه ارقامه كانت ارقام رائعه النهارده، برضو عايزين نعرف ارقامه بصراحه. رامي ربيعه قدم مباراه كبيره، يمكن اعلى النهارده، كان احسن من ايمن اشرف، يعني الماتش اللي فات ايمن اشرف كان احسن منه، النهارده رامي ربيعه كان اعلى منه كمان. رامي ربيعه بيزيد وجاي ومكسب لدفاع النادي الاهلي. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو لعب 90 دقيقه، التمريرات القصيره الصحيحه 25 تمريره، الخاطئه ما عملش ولا تمريره خطا، التمريرات الطوليه 8، يمكن 8 ده هو يعتبر تاني اكتر لاعب عامل تمرير طولي من الخلف بعد علي معلول، يعني اكتر واحد كان بيبني الهجمه، ودي ميزه رامي ربيعه ان هو مش مجرد مساك بيقطع كوره، لا ده كمان عنده حته بناء الهجمه، عنده بيفوز بالالتحامات، قوي بدنيا، بيلعب بعقل، حتى في حته الالتحامات كان مميز قوي. يمكن هو تاني اكتر لاعب قطع كوره في النادي الاهلي بعد حمدي فتحي، قطع كوره 15 مره.
مين اكتر من قام بتاكلينج صحيح؟ قلنا حمدي فتحي ورامي ربيعه الاثنين مع بعض متساويين بثلاثه، فده بياكد ان رامي ربيعه عمل مباراه كويسه جدا، عمل بلوك، منع تسديده مؤثره وارتكب خطا، دقه تمريراته الطوليه وصلت ل 37.5. فرامي ربيعه برضو واحد من الناس اللي قدمت مباراه مميزه جدا جدا جدا. ومكسب النهارده ان انت بتكسب مدافع صلب زي رامي ربيعه، مدافع خبره، مدافع جاي، مكسب كبير بصراحه. واللعيب الكبير، شخصيه اللعيب الكبير اللي بتبان في المباريات الكبيره زي رامي ربيعه. تمام، قلنا ان النهارده محمد الشناوي هو افضل لاعب في المباراه، وعلي معلول هو افضل لاعب في الموسم طبعا، وحمدي فتحي كمان يستحق مع الشناوي ان هو يكون واحد من افضل اللعيبه. يعني الشناوي وحمدي فتحي بصراحه اعلى اثنين تقييم، علي معلول لاعب الموسم، رامي ربيعه الجندي المجهول في المباراه. يمكن كمان محمد هاني عمل ماتش كويس على المستوى الدفاعي، يعني تفوق بصراحه لاحمد سيد زيزو ابطل مفعول خطورته. ولكن محمد هاني على المستوى الهجومي يعني هو ما عملش عرضيات كتير، عرضيتين بس. وده برده يمكن عشان التكلفه بتاعت المدرب، يعني التعليمات بتاعته. قلنا برده على دور وليد سليمان، رمضان صبحي قدم مباراه كبيره برده بحيث لمسات الكره والمراوغات، وصنع فرصه مهمه جدا. ولكن رمضان ساعات بيغلب عليه بعض الفرديه، يعني معدل فهو اكتر لعيب النادي الاهلي هو وازارو فقدوا الكوره، فده برضو بيغلب عليه بعض الفردية في بعض الأوقات رمضان. حسين الشحات برضو بيكمل المسيرة بتاعته، مسيرة التألق. يمكن دي أبرز الإيجابيات. يمكن السلبية الوحيدة اللي أنا شايفها في النادي الأهلي النهاردة هو تباعد الخطوط نوعا ما في بعض الأوقات، تحديدا في الشوط الأول. يعني أنا دلوقتي بدأت المباراة بالدفاع المتقدم، دي السلبية الوحيدة للنادي الأهلي النهاردة من وجهة نظري في المباراة. لاسارتي كان بيلعب دفاع متقدم، فانت عشان تلعب دفاع متقدم لازم اضغط ضغط عالي. يعني لازم اضغط ضغط عالي، لازم يكون ازارو بيضغط على المدافعين، لازم صالح جمعه او وليد سليمان من تحته، لازم الناس دي تضغط ضغط متقدم، يعني لازم يكون ضغط عالي عشان انا بلعب دفاع متقدم. لكن انا النهارده اللي كان عامل الفجوه في وسط الملعب ان انا بلعب دفاع متقدم وسايب لعيبه الزمالك تحضر براحتها. فدي كانت المشكله، يعني دي كانت النهارده اللي خلى الاداء نوعا ما مش قوي، ان هي حته تباعد الخطوط. تحس ان في فجوه في وسط الملعب بسبب ايه؟ بسبب ان انا محتاج ان انا اعمل ضغط عالي، لازم اعمل ضغط عالي عشان العب دفاع متقدم. في الشوط الثاني الاداء بتاع النادي الاهلي اتحسن شويه، ليه؟ لان لاسارتي قرر ان هو يلعب دفاع متاخر، العب دفاع منطقه واعتمد على الهجمات المرتده، فبدات نوعا ما النادي الاهلي يكون احسن. يعني الشوط الاول ما عملناش ولا محاوله، هي المحاوله الوحيده كانت اول تسديده من وليد سليمان بس. لكن الشوط الثاني رحنا على الجون اكتر، ليه؟ لان بدات ان انت تلعب بطريقه منظمه اكتر، خطوطك تكون متقاربه اكتر. دي الفكره كلها، ان انت لما بتلعب في مساحات كبيره زي ملعب برج العرب تحديدا، لازم انا خلاص قررت ان انا العب ضغط عالي قدام، لازم يعني هو قرر ان هو يلعب دفاع متقدم، ما ينفعش ان انا ما العبش ضغط عالي، خلاص يبقى لازم ازارو يضغط ويقطع الكوره، لازم وليد سليمان يضغط ويقطع الكوره، لازم اضغط ضغط عالي من بدري عشان انا بلعب دفاع متقدم، هي دي الفكره. لكن في الشوط الثاني الاداء اتحسن، ليه؟ لما رجع بقى الصفوف الثلاثه متقاربه، اللي خلاص رجعت دفاع يعني متاخر لورا، عملت دفاع منطقه وبدات تلعب على الهجمه المرتده. ده الفرق في الاداء، ان هو اسلوب الضغط ازاي، الصفوف الثلاثه متقاربه ولا لا. ده يمكن دي السلبيه الوحيده النهارده في المباراه، دي اللي خلت الاداء محتاج ان هو يتطور في الفتره الجايه. ده اللي مطلوب من لاسارتي ان هو يطوره في الفتره الجايه في مباراه الكاس، ان انت لازم ازاي اختار اسلوب الضغط المناسب عشان الصفوف الثلاثه بتاعتي تبقى متقاربه، ما بقاش في تباعد خطوط. ايوه دي الفكره الوحيده، دي السلبيه الوحيده. هو ده اللي مطلوب من لاسارتي خلال الفتره، ازاي احدد اسلوب الضغط. يعني انا قررت النهارده العب دفاع متقدم في بدايه الماتش، عشان كده النادي الاهلي، يعني انا في الارقام محمد الشناوي خرج من المرمى لابعاد هجمه مؤثره 5 مرات بشكل صحيح، يعني كان بيلعب ليبرو، فده ياكد ايه؟ ان دفاع النادي الاهلي النهارده كان بيلعب دفاع متقدم بره المنطقه، عشان كده محمد الشناوي بيضطر يخرج. وبالتالي لو انا هستخدم الدفاع المتقدم ده، يبقى لازم اضغط ضغط عالي من قدام وما اخليش لعيبه الزمالك تحضر الهجمه من ورا. لازم، ليه؟ عشان ما يعملوش هجمه، وزي ما شفنا بتاعه فرجاني، هجمه فرجاني ساسي لما جه وعمل من هجمه من ورا ايمن اشرف. دي بسبب ايه؟ ان انا مش ضاغط ضغط عالي من قدام. فلازم يكون في ضغط عالي مميز عشان انا بلعب دفاع متقدم، هي دي الفكره. في الشوط الثاني لما غير اسلوب الضغط وبدا يلعب بدفاع المنطقه ويعتمد على الهجمات المرتده، النادي الاهلي اداؤه شكله نوعا ما اتحسن واداؤه يتحسن، وبدات تحس ان في محاولات، في اهداف جت، في خطوره. ليه؟ لان انت بدات تلعب بالدفاع المتاخر. مش معنى كده ان انا العب بالدفاع المتاخر طبعا، ولكن الاسلوب اللي يناسب ان انا احاول اخلي الثلاث خطوط متقاربه، ان انا اعمل ضغط عالي دايما. لما بعمل ضغط عالي وبحاول ان انا اقطع الكوره، يبقى لازم العب دفاع متقدم. يا اما الحل الثاني ان انا العب دفاع
متاخر والعب على الهجمه المرتده او اعمل ضغط في وسط الملعب. النهارده ما ينفعش، هي دي بس السلبيه الوحيده بالنسبه لاسلوب الضغط في الاداء. لكن على مستوى التغييرات برضو التغييرات كانت جيده، يمكن صالح جمعه نزل قدم مباراه كويسه، اجاييه قام بنفسه دور حسين الشحات وشفناه في اكتر من كوره في الدور الدفاعي كان فيها مميز، احمد فتحي طبعا كانت تغييره لاصابه محمد هاني، يمكن دي ابرز التغييرات. برضو لو بصينا على في ارقام ايه، شفنا كره الهدف ودور وليد سليمان دي مهمه جدا يعني ارقام حسين الشحات، هنلاقي ان حسين الشحات النهارده كان عنده تعليمات. حسين الشحات كنت تحس بخطوره الاهلي امتى؟ لما حسين الشحات يدخل للعمق ويبدا يديك التمرير الطولي. فحسين الشحات النهارده عمل 8 او 9 تمريرات طوليه كانت مميزه. فحسين الشحات برضو بيواصل الاداء الجيد للنادي الاهلي. رمضان صبحي قلنا ان هو عنده ميزه ان هو بيلمس الكره كتير، عنده المراوغات الناجحه، ولكن بيغلب عليه بعض الفرديه في بعض الاوقات. يمكن كده اتكلمنا على كل اللعيبه. ايمن اشرف النهارده برضو قطع الكره 10 مرات، ولكن ايمن مباراه المقاولين كانت احسن كان مباراه الزمالك. مظبوط، مباراه المقاولين كان بيغطي على علي معلول في الجبهه الشمال وكان بيقفل جبهه لويس انستروزا الجبهه الخطيره. النهارده ايمن اتلعب من وراه اكتر من كوره، وده برضو بسبب اسلوب الضغط اللي احنا اتكلمنا عنه، ان لازم ان انت عشان تلعب بدفاع متقدم يبقى لازم اضغط ضغط عالي بشكل جيد وبصوره منظمه والصفوف الثلاثه تكون متقاربه. هي دي الفكره. برضو يمكن صالح جمعه قدم مباراه كويسه وكان ليه محاوله على المرمى. تمام، دي ارقام كل لاعبي النادي الاهلي وبالتالي كده نهينا الموسم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الموسم الجديد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله بقى مع بدايه الموسم القادم نشوف الدنيا بقى والارقام هترجع تبقى افضل من كده ولا لا. ان شاء الله باذن الله. والف شكر بسعد دايما بتواجد مع حضرتك، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز بالدوري والفوز على نادي الزمالك، وان شاء الله كده كاس مصر وافريقيا قريبا باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل كابتن سمير عثمان معلقا او يعلق على حكم المباراه والطاقم التحكيم.